الشعب المصري الاصيل الذي يقف بالتحرير من ارض مطالبه يختم كلمته اليكم الدكتور ابراهيم الياس. ايها الاحباب، لطالب عودة القضاة والمأذونين الشرفاء إلى الكفاء على يد وزير العدل السابق والأمين للمشهور الحاكم وهيبة رشتات. أيها الأحباب، كل مشاكلنا من الفساد، كل مشاكلنا من الظلم، ظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اوقع الظالمين بالظالمين، واخرج الشعب المصري الغلبان من بين ايديهم سالمين. اللهم اوقع الظالمين بالظالمين، واخرج الشعب المصري الغلبان المصطمن البسيط من بين ايديهم سالما غانما. اللهم عليك بالظالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم تدميرهم. اللهم ارفع شان الشعب المصري، اللهم خذ حق الشهداء، اللهم كل الشهداء واسر الشهداء واهالي الشهداء، اللهم كل مصلوب وكل مقهور. اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالفاسدين، اللهم كن معنا يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين، اللهم واحد شعبنا يا رب العالمين. اللهم كن معنا في عار مطالبنا، وكن معنا في اهدافنا، وكن معنا في كل مقام وفي كل وقت وفي كل حين. ايها الاحباب، نحن معكم في التحرير حتى تلبى جميع مطالبنا وحتى تحقق اهدافنا. نقابة الموحدين معكم، عاشت نقابة الموحدين. وإن تنصروا مصرفكم ويصفق أقدامكم لتوصيل أفراد الشعب داخل الساحة بتاعت ميدان التحرير، وفي ساحة تانية ساحة قصر عابدين. إحنا عايزين الوحدة، ما ننساش وما نياس. لا حياة مع الياس ولا ياس مع القياس. كلمات مصطفى كامل إسرائيل القديم. إحنا طالبين الوحدة، الاتحاد، إيد الله، إيد واحدة والشعب كلمة على نظام مصر. ايد واحدة الشعب ما يميز. لا، دلوقتي عايزين نبقى الوحدة. ألف شهيد في مصر، من جميع أماكن مصر، اللي روحهم راحت ضيقت عند ربنا سبحانه وتعالى البارئ. هو بيتكلموا عن 80 مليون مواطن مصر، بيعبروا عن إرادة 80 مليون مواطن. الوحدة، الوحدة، ونطالب في الاتحاد. كلنا عايزين نبقى ايد واحدة على اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عاشت مصر، عاشت مصر، عاشت مصر، عاشت الثورة، عاشت الثورة، ثورة ثورة في كل مكان. اللهم عليك بفنون حزب الوطن. بنشكر السادة المحاميين وبنطلب منهم ان هم يكونوا موجودين معانا في الوقت ده.